يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض متبل البطاطا ومن المقبلات كتير بسيطه وكتير طيبه، يعني ما بينشبع منه قد ما كان موجود عندكم. عندي هون 3 حبات من البطاطا، انا سالقتهم هدول مسلوقين، بس انا حطيتهم لحتى تشوفوا القياس، يعني هاي لانه بدها تكون عندكم مقادير تقريبيه حسب حجم البطاطا، حبه البطاطا ان كانت كبيره او صغيره. هلا انا بحكي المقادير وانا عم بشتغل، وكمان بكتبها تحت بصندوق الوصف. رح اروح اول شيء اشر البطاطا ونهرسها سوا ونكفي شغل مع بعض. بس بدكم تهرسوا البطاطا لازم تكون سخنه كتير لحتى تنهرس معكم بكل سهوله. شفتوني وانا عم اقشرها يعني كانت سخنه، كنت عم اتحملها بايدي بس كتير سخنه، يعني حاولوا انه هي تكون سخنه تهرسوها حتى تصير ناعمه معكم. رح اقطع عليها رشه شوي بس هيك من الملح، بس هيك شوي صغيره، كفي هرس. شايفين كيف صارت ناعمة بهالشكل هذا؟ هيك كافي خلص. رح نحط البطاطا على جنب ونشتغل باللبن. عندي هون تقريبا كاسة واحدة من اللبن، كاسة المي. رح احط عليها تقريبا نص الكاسة طحينة او الراشر هالشكل. خلط الكل مع بعضه. رح احط معلقة صغيرة من الملح، وعندي هون انا مجهزة عصير نص ليمونة، رح احط له تقريبا بالمعلقة الصغيرة هي الصغيرة توم، وبخلطهم هيك شوي لحتى ما ينزلوا كلهم بجمعوا بنفس المحل. هذا القوام اللي حصلت عليه. بس هلا انتم مثلا بتدوقوا بتشوفوا اذا بده شويه حامض ممكن تحطوا، واذا بده شويه ملح كمان ممكن تحطوا. هو بكل المراحل فينا ندوقها، يعني هلا بس نحطه فوق البطاطا كمان فينا ندوقها. رح ارفع هلا هاي وحط هاي كامل الكميه فوقها. في البعض بحبها ما تكون كثير مريئه يعني، وفي البعض بحبها مريئه. انا رح احطها هلا هيك، اذا احتجتوا لقيتوها مثلا بعد ما نزلتوا عليها الطحينه وهي كانت ناشفه شوي ممكن ترجعوا تعملوا كميه وتحطوها فوقها كمان بيصير. شايفين القوام هذا هو؟ مثل ما قلت لكم فيكم تسمكوه، ما تضيفوا لبن اكثر من هيك بيصير. هدول 3 حبات البطاطا عملوا لي هاي الكمية، يعني بيعملوا صحنين تقريبا من هاد. إذا ملاقيين اللون عندي أنا شوي هيك لونه على أغمق شوي، فهذا من الطحينة، لأنه الطحينة اللي أنا مستخدمتها هاي اللي بتكون محمصة، مو مثل اللي عندنا بسوريا بتكون بيضة كتير لونها أبيض كاشف، هاي بتكون شوي أغمق. فأنا رح أحط هلا هيك أعملها هيك بهالشكل. التزيين مثل ما بدكم أنتم، بس يفضل نعملها شوية حواف لحتى، لأنه هاي بنحط كمان عليها شوي زيت وقت التقديم حتى ما يطفطف ويطلع من الصحن، والصحن لازم يكون فايش، ما تستخدموا الصحن الزبدية يعني هيك بتكون. رح زينها بالزيتون مثل ما قلت لكم، التزيين هذا بيرجع لكم شو بتحبوا تضيفوا حطوه. رح احط عليها شوي كمان من الفليفلة الحمراء. طبق جدا جدا سهل وطيب، يعني يعتبر من المقبلات. والبطاطا مثل ما قلت لكم متوفره، يعني البطاطا بكل بيت يعني موجوده. رح احط ممكن اذا عندكم بقدونس ممكن تحطوه، عندكم نعناع ممكن تحطوه بهالشكل هذا. واخر شيء طبعا هذا اللي ضروري يكون موجود اللي هو زيت الزيتون، بنحطه هيك كمان
بهالشكل. بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم. اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على القناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.